نجدد لكم التحية متابعينا الكرام، والحين راح نلتقي مع الدكتور ياسر غضنفر استشاري الروماتيزم والمناعة بمستشفى مبارك. حياك الله دكتور ياسر ويانا. مساك الله بالخير اختي فاطمة، مساك الله خوي عبد الله، مساك الله المشاهدين كلهم. حياك الله دكتور. دكتور بداية، التطور في فيروس كورونا، متى الأعراض تبدأ تتطور يوم بيوم لدى المصاب بهذا الفيروس؟ هذا سؤال جدا مهم، لان الحين بعد اعتقد الناس صار يمكن عندهم خبره كبيره، بس هم قاعد ينسون اشياء اساسيه. صحيح ان فيروس كورونا له اعراض مشابهه لاعراض انفلونزا، بس قاعد ينسون نقطتين مهمتين. الشخص عاده اللي قاعدين احنا بالكويت دائما جاي من منطقه موبوءه، او مخالط شخص جاي من منطقه موبوءه. الحين تدري الديره صار تقريبا 14 يوم، كان كل شيء ماكو طيران موقف. فالحين تقريبا الحالات اللي كانت موجوده طلعت، اكو ناس لحد الان موجودين في المحاجر. لاحظنا من اللي قاعد نشوفهم احنا في الحالات اللي شفناهم عندنا لحد الان في الكويت، انه كان في اعراض شائعه بين المرضى اللي احنا شفناهم. الغالبيه كان عندهم حراره، الغالبيه كان يشكي من صداع غير عادي، عمره بحياته ما حاشه نفس الصداع، وجهات تام. باقي الاشياء الناس تعرفها، عوار بلاعيم، خشم، اعراض الزكام الثانيه. بس لازم لا ننسى النقطه ان جايين من مناطق موبوءه او مخالط لشخص جاي من منطقه موبوءه. نعم دكتور، شلون نتصرف في حال ان احنا تواجهنا مع شخص مصاب بفيروس كورونا كوفيد 19؟ هذا سؤال جدا مهم، ويمكن بالفتره الاخيره شفتي وسائل التواصل الاجتماعي الكل يتكلم الفيروس بيطول لأربعة أيام على أي سطح، بيطول ثلاثة أيام، ينطلق عن طريق الهواء. للأسف كان وايد معلومات مغلوطة. احنا نرد ونقول الوقاية هي الأساس اللي احنا نبي يكون موجود. مش يهمكم الحين الفيروس بيظل على السطح يوم ولا يومين، احنا قاعد نقول لا تلامس الأسطح، إذا لامست الأسطح غسل إيدك على طول، إذا شفت إيدك وسخة سواء كان بالماء أو المواد الكحولية. هذا الأساس اللي احنا نبي الناس تفهمه. الحين في بعض الناس قاعد يمكن من الفئات الأكثر معرضة للخطورة قاعد يحاول يقي نفسه أكثر عن طريق لبس الكمام أو عن طريق لبس القفاز، هذه ما فيها مشكلة. بس كنا دائما نحرص أن اللي يلبس القفاز لا يلبسه طول اليوم، يبدأ لامس كل الأسطح، لازم يبدل القفاز بين المدة. هذه الأشياء اللي احنا نبيها. هذه الأشياء كلها تنطبق على المرأة اللي الناس اللي تقولي أنا إذا كنت شاك أن واحد في كورونا أو مصاب في الكورونا شلون أتعامل معاه، هذه الأشياء لازم أنتبه عليها. أكيد. يمكن تعقيبا على اتصالنا قبل شوي مع الدكتور علي ليري، واللي يعني كان ماخذ كل الاحتياطات ولكن أصيب في هذا الفيروس، وهذه رسالة للجميع، يعني يجب أن تأخذ حذرك، عدم المخالطة، الطلعات الغير ضرورية، هذه كلها ممكن أن تنقل لك هذا الفيروس. أكيد أكيد. فدكتور شنو نصيحتك للي فعلا يعتقد بأن هذا فيروس لا إن شاء الله ما فينا إلا العافية، ومثل ما ذكرت يلبس جلافز أو يحط الكمام ويطلع ويروح كل مكان؟ طبعا اتوقع يعني قاعد يشوفون بالتلفزيون بالاذاعه انتم مقصرين عن طريق الرسائل هذه ان قاعد نمنع الاختلاط. يمكن حتى المؤتمر الصحفي تو من مجلس الوزراء قاعد يرد يتكلم على التجمعات، لا تطلعون الا حق الاشياء الضروريه، لا تقعدون تجمعات كبيره، لا تروحون حق شيء مو ضروري اجله، حتى مو لو ما اخذ كل الاحتياطات. حتى لو ما اخذ كل الاحتياطات. صحيح ان احنا قاعد نتكلم على فيروس قاعد ينتقل، قاعد نشوف الارقام قدامنا وحوالينا. انا يمكن قلت هالكلام من قبل شهر، يا جماعه خلونا مثال الصين وليس مثال ايطاليا او دول اوروبا اللي احنا قاعد نشوف فيها زيادات، وان شاء الله تكون احنا من مثال الصين ولا من مثال الدول الاوروبيه اللي قاعد نشوف تزيد ازدياد عندها. نعم دكتور ياسر، اعلنت وزاره الصحه وصول اجهزه جديدة للكشف عن فيروس كورونا، شنو الفرق بينها وبين المسحة اللي كانت تستخدم؟ أوكي. الناس طبعا في الآخر ثلاث أربعة أيام من أمس يوم بدأت أيضا تطلع الوصول للطائرات اللي فيها الإجلال الخطة الأولية. شافت أن في أجهزة نظام كامل موجود في المطار حق المرضى أو مو المرضى، الكويتيين المواطنين اللي قاعد يردون لهذا. الجهاز اللي موجود قاعد تطلع نتيجته بسرعه في ظرف 10 دقائق او ربع ساعه، هذا عباره عن جهاز فحص دم، قاعد ياخذ عينه كانك ماخذ فحص سكر، وياخذ الدم وقاعد يشوف نسبه الاصابه بالاجسام المضاده، ايش كثر عندك اجسام مضاده من الفيروس. احنا طبعا الكل يدري ان هذا مو الجهاز اللي احنا نشخص فيه لهذا. فعلى سبيل المثال يجينا المريض او الشخص المجلى قاعد يسوي يدخل بياناته، يسوي الفحص هذا، الدم يقول انه ممكن ان هذا مصاب، قاعد ناخذه نعزله على في مكان بروحه، بعدين نسوي له المسحه التشخيصيه اللي هي قاعد نشوف فيها الفيروس مباشره سواء عن طريق الانف او عن طريق البلعوم. هذا اللي قاعد
تاخذ ممكن لمده 24 ساعه، بعض الاحيان 36 ساعه، وعلى اساس نحدد اصابه هذا الجهاز نفسه الاساسي. نعم. ممتاز للمسح خاصه لاعداد كبيره اللي راح تجينا في ظرف الايام القادمه، ولكن التشخيص يظل عن طريق المسحه الجينيه. نعم، كل الشكر لك دكتور ياسر على وجودك معنا وتوضيحك لبعض النقاط المهمه. شكرا على الاستضافه.